بعد وما تفوت ولا سيارة، بس ابو التوك توك يفوت وتفوت الاسعاف، الجايب مساعدات بارك الله بيه بس ما يفوت، ان كان حكومية وان كانت مدنية، ننقل الغراض والمساعدات بالتوك توك اللي هي التوك توك ملقبة الطيارة الحربية. الحاجز احنا بيناتنا اخوتنا واتفقنا على هذا الشيء بين حفاظن على مود المتظاهرين، على مود دا يصيبهم اذى، بعد ونفتش السيارة ونطلب هويات على مود نتأكد من عندهم ان كان هو عراقي لو مو عراقي، لان طبت بيناتنا عالم جواسيس قاموا ينافقون ويسووا لنا مشاكل بيناتنا احنا العراقيين. نظمنا السير لحماية العالم، خاطر ننظم جوا نقدر نطلعه، سيارات العالم جوا ما نقدر نطلعها، طب بس تكتك واسعاف اللي يجيبها مساعدات اللي خليه بالتكتك ونقرهم جوا.